ولا وعندنا لله. وعندنا بطلات زي فاطمه كده. فاطمه ما تحكي لنا بقى عملتي ايه في البطوله الاخيره دي؟ الحمد لله انا هدفت منتخب مصر 5 أهداف. اوفا بقى. الله الله الله. حلو. طب انت ابتديتي امتى؟ يعني خلينا نعرف من البدايه عشان برضو الناس تبقى عارفه. فاطمه انت ابتديتي كوره او حبك لكره القدم امتى؟ لا انا لعبت كره قدم. لعبت كره السله وتنس طاوله. اوكي. ومعايا 30 ميداليات. اوكي. 30 ما شاء الله عليك، برافو. بقى الصفحه بتاع الاولمبياد فيها اختبارات كره قدم، وانا قبل كده بحب كره قدم. كابتن بتاع نادي الجزيره كابتن قبر قال لي انت ليكي مستقبل في كره قدم. رحت قدمت الحمد لله، كابتن فايزه وكابتن كرامي خدروني. دول المدربه بتاعت المنتخب كابتن فايزه. ما شاء الله. خدروني ولا كملت معاهم لحد. وحبيتيها اكتر من الباسكت وكده ولا ايه؟ لا زي بعض. انا جايبه رحت منتخب كره السله ورحت منتخب كره القدم. انت بطله في الحالتين، انت بطله جميله.